السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هنتكلم طبعا عن فضيحة جديدة وفضيحة من نوع خاص. يعني طبعا موضوع غرق الإسكندرية والأمطار والحاجات اللي زي كده والجو الصعب والطقس ده بقى حاجة قديمة ما ينفعش نتكلم فيها. يعني مش هفاجئك إن ما أقولك إسكندرية غرقت، ده مش سبق ولا حاجة، ولا ده خبر عظيم ولا أي حاجة. وان الشوارع بتغرق واجيب لك بقى صور مش عارف للعربيات اللي غرقانه والاتوبيسات والناس اللي ماشيه في الشوارع بفلوكه والكلام ده، كل الكلام ده هري على الرأي السيسي او بقت حاجات مستهلكه يعني ما ينفعش نتكلم فيها. لكن المفاجاه بقى الحقيقيه والصدمه الكبيره اللي هتعرفها دلوقتي. طبعا قبل ما نبدا في الحدوته دي تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس علشان يجي لكم كل جديد بننزله على القناه. بصوا يا جماعه، باختصار النهارده طلبه ابتدائي واعدادي ومدارس عاديه، مدارس حكوميه عاديه، خارجين الصبح رايحين علشان خاطر يمتحنوا النهارده امتحانات. خد بالك النهارده امتحانات في محافظه اسكندريه. وفجاه اما راحوا هناك لقوا باب المدرسه مقفول وموقفين يعني الغفير على كل مدرسه، يقول لهم ان المحافظ قال ان النهارده اجازه عشان الجو. ايه يعني احنا ما عندناش مشكله ان النهارده اجازه عشان الجو؟ الجو وحش وكل حاجه وكتر خير المحافظ، بس هي الاجازه بتيجي بعد الفجر مثلا؟ عرفت الناس امتى؟ المفروض حاجه زي كده بتبقى معروفه قبلها بيوم، على الاقل قبلها بيوم، مش بيوم، مش هقول لك ب 24 ساعه، على الاقل بالليل. يعني مثلا يجي بالليل الساعه 6 7 بالليل يقول يا جماعه والله بكره نعتذر مفيش مدارس، ماشي. انما مش الناس تروح تلاقي الناس واقفه الساعه يعني القرار بيطلع الساعه 7 الصبح ازاي؟ يعني ازاي قرار زي قرار اجازه في مصالح حكوميه وايه بقى ومرتبطه بقى بمصير بقى موظفين هيخرجوا وطلبه هتخرج وناس شغاله ومدرس، يعني ليله كبيره خرجوا من بيوتهم وبالفعل راحوا الاماكن العمل بتاعتهم وقالوا لهم اجازه. طب هو انت يا سياده المحافظ كنت شارب حاجه؟ يعني كانت مبيته معاك مثلا؟ يعني انت كنت مثلا مصطبح امبارح وبيتت معاك فانت ما ركزتش؟ بلاش انت، اللي حواليك المساعدين اللي حواليك اتفاجئتوا مثلا بالمناخ يا جماعه؟ يعني بتوع الارصاد كانوا نايمين وفجاه الصبح الساعه 6 قال لك الحق هوب جو وحش في نوه جايه؟ يعني مش كيف يعني كفايه الغرق، يعني خلاص مشاهد الغرق طبعا، وطبعا اسكندريه غرقت يعني انتوا عارفين، والارصاد قالت ومنبهه، ومع ذلك مع كل الاحتياطات الجميله دي برضو اسكندريه غرقت في شبر ميه. يعني يا جماعه طب فين المشكله بقى؟ قولوا لنا فين المشكله؟ الاخوان اللي بيسدوا البلاعات مرمين في السجون، فين المشكله؟ اعداء الشر خلاص اتصالحتوا معاهم، يبقى مين المشكله؟ قولوا لنا المشكله دلوقتي في مصر فين؟ يعني فين؟ مش كل سنه بقى، ده بقت كل شتاء مرتين وثلاثه واربعه، اي شويه مطر زياده، المطر لو زادت عن نص ساعه إيه اسكندريه بتغرق، مش عارف ايه دمياط بتغرق، مش عارف ايه الدلتا بتغرق. طب فين يا جماعه؟ يا باشا انت فين يا باشا؟ يعني انت جيت عملت مع انت عملت الجمهوريه الجديده، تحيا الجمهوريه الجديده زي الفل. طب القديمه بقى، يعني الناس القديمه الجمهوريه القديمه بنعمل فيها ايه؟ ده لعبتك، ده الطرق والكباري دي لعبتك يا اسطى، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه جيت ناحيتها. فعايز اقول لك ان ده من ضمن بقى ايه، هي مش في دماغه، يعني المحافظ مش في دماغه حاله اللامبالاه اللي بقت موجوده عند المسؤولين. فدي عاد اذا كان اصلا رب البيت بقى مش في دماغه اي حاجه بيطلع يضحك الدنيا خربانه، ده طالع يفشخ لك ضبيته، فهتيجي بقى على حته محافظ غلبان يا عيني، نسي يقول للناس انتوا بكره اجازه والدنيا تخرب عليهم في الشوارع عادي، ويغرقوا في الشوارع ويتحجزوا في الشوارع ويتحبسوا في الشوارع، وفي منهم اللي بيغرق في الشوارع وهدومه بتتبل وحالته بتبقى حاله عادي. فهو ده بقى العادي بتاع مصر يا جماعه، اللامبالاه من اي مسؤول. الازمات الكبيره ملهاش حلول عندنا، بنسيبها على عامل الوقت، ربك بقى يسترها يفرجها، الفرج من عنده، ده ربك بيحبنا، ده احنا مذكورين في القران 5 مرات وبتمشي كده. انما حد بيفكر، حد بيحل، حد بيربط، مفيش. الحل يا جماعه في ايد الشعب. اتمنى في النهايه بقى تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. سلام.